تقدر تشوف فرق كبير بين تجربتنا بفرنسا، ببريطانيا، بأيرلندا، السويد. هذا أول زيارتي إلى مدينة نجف الأشرف. إن شاء الله هذا يعبر عن إعجابنا واحترامنا إلى حوزة نجف، وطبعا سماحة السيد علي السيستاني الله يطول عمره، والدور اللي لعبه خلال الفترة الأخيرة منذ سقوط النظام. وأعتقد أن سمعة العراق الآن وراء الحقيقة، فممكن بعض البريطانيين أو بعض الرجال البريطانيين يعتبروا الوضع بالعراق مثل ما كان مثلا في 2019 و20، ولكن صار تحسن. وبنفس الوقت احنا نتوقع انخفاض في سعر النفط، فلذلك اكو حاجة ملحة لإصلاح الاقتصاد وإحياء القطاع الخاص. عندنا وزير جديد هو حريص على أن يركز على شؤون الشرق الأوسط. هو الآن يعبر عن أفكاره على مستوى المبادئ، على مستوى الأولويات، ومو بكل التفاصيل. هو صار له يومين أو ثلاثة. أكو نوع من الاستمرارية في سياستنا، مثلا علاقتنا بأمريكا، مثلا علاقتنا بالناتو، مثلا علاقتنا بالاتحاد الأوروبي، استمرارية. هو قال شيء في مجلس ويانا أن الشؤون البيئية يكون جزء أحد واحد من أولوياته. وأعتقد إحنا نركز بالعراق، أحد من أولوياتي كسفير هو إنهاء عملية حرق الغاز. الوضع الأمني بالعراق أفضل 100 مرة من ما كان عليه. داعش موجود، لكن مو مثل الأول، ما يمثل وجود تهديد وجودي إلا الدولة العراقية. أكو مصادر للحشاشة في الوضع الأمني. إذا أكو بعض الأحزاب أو بعض الميليشيات خارج نطاق الدولة لديهم سلاح، أكو حشاشة. ممكن خلاف سياسي يصير خلاف أمني بسرعة إذا أكو أسلحة بعيد الأحزاب. فأكو حشاشة. الآن الشركات البريطانية بشكل عام ما يخافون من البيئة الأمنية، بس عندهم تحفظ من البيئة القانونية. يريدون يشوفون تحسن في الحماية للاستثمار رسم الجبان.